تنفرد السلطنة بتراث حضاري وتاريخي عريق يزخر بثقافة غنية خصبة متأصلة، وموروثات أصيلة تعكس مدى ارتباط الإنسان العماني ببيئته ومجتمعه. وتشكل العادات والتقاليد العمانية الأصيلة قاعدة مهمة وعاملاً مساهماً في تكوين المجتمع. ويظهر ذلك من خلال العديد من المناسبات، ومن أهمها الدينية خاصة خلال عيدي الفطر والأضحى المباركين. وللأعياد عادات وتقاليد مميزة لدى العمانيين، فهم يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة وبعاداتهم التي توارثها الآباء عن الأجداد. وتعتبر التهلولة من المظاهر التراثية العمانية المنبثقة من القيم الإسلامية، فيها يخرج الأطفال يجوبون الأزقة والحارات القديمة مهللين ومكبرين، داعين الله تعالى أن يوفق المسلمين وحجاج بيت الله الحرام. وتقام التهلولة عند رؤية هلال شهر ذي الحجة، وتبدأ من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وتستمر في أحيان كثيرة إلى يوم التاسع من نفس الشهر، ويتقدم المجموعة أكبرهم أو من لديه صوت عال ويسمى المهلل، وهو يقرأ بصوت واضح أبيات قصيدة إسلامية المعاني والدلالات وعبارات التسبيح.
وتعد الحلوى العمانية من أشهر المأكولات التي يحرص العمانيون على تواجدها على موائدهم أيام الأعياد، ويقومون بشرائها قبل بدء العيد، فهي رمز الضيافة العمانية الأصيلة وواجباتها. ويدخل في صناعة الحلوى مواد عديدة أهمها النشا والسكر والماء والسمن والمكسرات والزعفران والهيل وماء الورد. ولا يخلو منزل في عمان أيام الأعياد من الحلوى، وتتواجد في أغلب ولايات السلطنة مصانع ومحلات لبيعها، ويتم تقديمها بألوان ومكونات مختلفة وبأسماء جذابة.
ويتم تقديم الحلوى مع القهوة التي تعتبر جزءاً من التراث الثقافي العماني. يحرص أفراد المجتمع على تواجدها ضمن ممارساتهم اليومية، وتشرب القهوة بعد تناول الحلوى، ولها تقاليد في الإعداد والتقديم متعارف عليها. ومن أبرز العادات والتقاليد العمانية الأصيلة إعداد وجبة العرسية منذ فجر أول أيام العيد، حيث تعد الأكلة الشعبية المفضلة على موائد الطعام في العديد من محافظات السلطنة. وبعد انتهاء هبطات العيد وانتهاء الناس من استعداداتهم من تجهيز مستلزمات العيد، وبما يضفي الفرحة والسرور على أفراد الأسرة، تقضي كثير من الأسر ليلة العيد في تجهيز الوجبة الأولى الرئيسية التي يتم تناولها في ساعات الصباح الأولى، وأحياناً كثيرة قبل التوجه إلى مصليات العيد، وهي وجبة العرسية. وتعد العرسية الأكلة الشعبية المفضلة على موائد الإفطار في أول أيام العيد في أغلب محافظات السلطنة، وتصنع من لحم الضأن أو الماعز الصغير
أو الدجاج مع الأرز. ومنهم من تكون وجبته الرئيسية الهريس حسب رغبة كل أسرة وعاداتها. ويتجمع الكبار والصغار على مائدة الإفطار في أول أيام العيد لتناولها أو تناول الهريس. وتقدم لأفراد الأسرة والضيوف وتوزع على الجيران والأرحام، ويتجمع الكبار والصغار على مائدة واحدة في جو ملؤه الفرح والابتسامة.